صحيح أنه الكثيرين وأنا كان عارف عدد من أعضاء الحزب نتيجة الهجومات اللي كيتعرضوا لها بدأوا كيسألوا واش يبقوا قاع في هذا العمل السياسي ولا غير يمشوا في حالهم الأشغال ديالهم. أقول لهم ابقوا ناضلوا استمروا في النضال استمروا في الصبر، راه المواطنين اللي كتعيش معهم اللي كتعيشوهم كيتعايشوا معهم وكيعرفوكم راه عارفين الجهود اللي كتقوموا بها وعارفين اشنو كديروا. وبطبيعة الحال عن طريق المعقول يمكن للمواطن ان يعطي الثقة للنخبة السياسية وللأحزاب السياسية ولأبناء وبنات الأحزاب السياسية. استمروا في النضال واستمروا في البقاء في مواقعكم واستمروا في الدفاع عن وطنكم.